بيتحول العمل عند البعض من وسيلة لكسب الرزق وتلبية الاحتياجات لهوس بحد ذاته، وممكن كتير تكون صادفت بشغلك زميل بيشتغل لساعات إضافية، هو أول مين بيوصل للمكتب وآخر مين بيغادر، بيشتغل خلال عطلة الأسبوع ودائما بيبادر بتولي مهام مو من ضمن وظيفته، وبتدور حياته كلها حول العمل وبس. إدمان العمل ما بيأثر بس على صاحبه، إنما بيمتد الموضوع للمحيطين فيه كمان. ولا تحمي حالك من هالموضوع، لازم بالبداية تحدد أولوياتك، يعني لما تشترك بمشروع أو مهمة معينة مع شخص بيشتغل بشكل زايد عن حده، حدد المهام يلي عليك والوقت يلي بتحتاجه لإتمامهم، حتى تضمن إنه ما تتحمل فوق طاقتك. وبما إنه مدمن العمل بيتجاوز عادة ساعات العمل الأساسية إله، بيتوقع كمان من غيره إنه يكونوا مثله. على سبيل المثال، ممكن يتصل فيك خارج ساعات العمل لمناقشة أمور مو كتير مستعجلة، أو يبعث لك بريد إلكتروني بالليل أو العطلة وبيطلب منك الرد وعلى السريع، أو يحاول يحدد خطة للفريق لإنجاز مشروع خلال وقت قصير ومو مناسب. هالشي رح يسبب لك إرهاق، لهيك من الضروري تحكي بصراحة عن حدود واضحة لأوقات التواصل يلي بتناسبك، وما تنجر ورا الضغط والإلحاح. حاول كمان ما تشجع سلوك زميلك المدمن على العمل، وتجنب الثناء على تضحياته المستمرة ونتائج عمله اللي كانت نتيجة العمل لساعات إضافية طويلة. حاول كمان تساعد زميلك ليقوم بنشاطات تانية خارج العمل، مثل أنك تدعي لتناول العشاء معك أو مشاهدة مباراة لكرة القدم، أو حتى وضع خطط للسفر خلال عطلة نهاية الأسبوع.